ريس بيقولوا إذا القضاء بخير البلد بخير، نحن بلبنان شو؟ كلام مظبوط صحيح إلى حد بعيد، ولكن نحن المشكلة إن صرنا بعيدين كل البعد عن الخير بسبب سوء الأداء السياسي وسوء ممارسة السلطة من 30 سنة اليوم. هذه كلها مراكمات ناتجة عن خروج ممارسة السلطة عن الإطار الذي رسمه الدستور وعدم الانضباط بنصوص الدستور. من هون يعني الأزمات تراكمت وطالت كل المؤسسات يعني. وللأسف الشديد يعني ما يحصل في القضاء هو مظهر من مظاهر أزمة الحكم. لأنه إذا نرجع للدستور المادة 95 من الدستور نصت على إلغاء مبدأ توزيع الوظائف على الطوائف، وذكرت القضاء والمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية إلى آخره، واعتماد الاختصاص والكفاءة مع وعدم تكريس أي وظيفة لأي طائفة، وتوزيع وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، الذي حصل منذ 30 سنة حتى اليوم. من بعد الطائف عم نحكي. بعد الطائف هو أنه لم يؤخذ بما نصت عليه المادة 95، ووزعت الوظائف بالفئة الأولى وكل الفئات على الطوائف بما فيها القضاء. للأسف الشديد والقضاء كان يجب أن يكون بعيد كل البعد عن المحاصصات الطائفية، وفي القضاء تحديداً حددت المواقع الأساسية لطوائف، والأمور ذهبت أبعد من ذلك حتى صار كل رئيس محكمة موقعه مكرس لطائفة محددة، واللي أصبح مخالف للدستور. مخالف للدستور يعني بلشين غلط من هنيك. واللي حصل أنه صار عمليا زعيم الطائفة هو اللي بعين الموظفين، وبالسلك القضائي هو بيحدد أي قاضي لازم يكون بالموقع المخصص لطائفته. يعني أصبح القضاة عمليا في المواقع الأساسية بالقضاء وحتى برئاسة المحاكم معينين من قبل زعماء طوائفهم. مجلس الوزراء بياخد قرارات بناء على توجيهات من زعماء الطوائف، وهكذا تحكمت السياسة بالقضاء. وباعتبار أنه السياسي بلبنان يشوب الفساد على نطاق واسع، تسرب الفساد إلى القضاء، واللي حصل هو مظهر من مظاهر الأزمة يلي عم بتمر فيها كل الدولة وتحديدا السلطة القضائية. طيب هون حضرتك عم تقول تسرب الفساد إلى القضاء، عادة بيقولوا هيبة القضاء، بوقت بهذا التسلسل اللي حضرتك سردته الهيبة مفقودة مش من اليوم. يعني اليوم كل مرة بيتحول القاضي إلى خصم بكل معركة في هذا البلد منلاقي القاضي صار هو الخصم والحكم. إذا بدنا نذكر على مر التاريخ من يعني أيام الوجود السوري والوصاية السورية في لبنان إلى اليوم، دائما في قاضي بده يكون هو خصم وحكم، لكن اليوم للأسف كل القضاة صاروا بذات الوقت خصم وحكم. يعني لما بدنا نحكي مدعي عام تمييز، لما بدنا نحكي رئيس مجلس قضاء أعلى أو مجلس القضاء الأعلى ككل، لما بدنا نحكي اليوم بالنيابات العامة التمييزية ما يجري مع القاضي يا غاد عون، ما بقى في هيبة لهذه المؤسسة؟ للأسف الشديد القضاء فقد هيبته، واستعادة هيبة القضاء أول شيء بتتطلب من القضاء من القضاة أنه هن يحصنوا نفسهم. حتى لو واحد كان وراء زعيم الطائفة وصلوا لموقعه، مفترض أنه بأدائه القضائي ما يكون تابع للزعيم ويعمل بتوجيهاته. كيف بيقدر يعمل هيك اذا هو هذا الزعيم او هذا السياسي هو اللي سماه واللي جابه واللي عينه؟ كيف بيقدر يعمل هيك؟ بده يتمرد عليهم؟
أول شيء في يتمرد، بس إذا تمرد بيتقصص في كيف بيتعاقب، بيرجع بحطوه بشي محل بشكله مضبوط يعني منصف. بيكون بيروت بحطوه بعلبك الهرمة البعكار بيكبوه شي محل يعني، لأنه التشكيلات القضائية بتتحكم فيها السلطة السياسية، رغم أنه وفق القانون يعني مجلس القضاء الأعلى هو بيعمل التشكيلات. أنا بعتقد أنه أهم شيء وضع قانون بيضمن استقلالية السلطة القضائية اللي هو عم ينشغل عليه مفروض. هلأ في اقتراح قانون موجود بمجلس النواب، بس للأسف الشديد في مماطلة بإقراره، والمشكلة بمجلس النواب أنه في تباطؤ بإقرار القوانين، وكمان كل القوانين بتخضع لحسابات شخصية، باعتبار أيضا المتحكم بأداء مجلس النواب هي مجموعة من زعماء الطوائف يعني. لذلك القضية معقدة وفيها إشكالية كبيرة، ليس من السهل إقرار قانون يؤكد على استقلالية السلطة القضائية. طيب شو المطلوب؟ أنا صعب يعني، البعض رأى، كلنا بنتذكر ب 17 تشرين لما نزلوا محامين وحتى نزل قضاة، وكان في حتى انبثاق لنادي القضاة اللي هو معروف بأنه عم بياخد منحة مستقل عن السلطة السياسية. طيب شو اللي فينا نعمله؟ مطلوب ثورة داخل هذا الجسم القضائي؟ مفروض انتفاضة من بأوساط القضاء من أجل استعادة كرامتهم واستعادة كرامة القضاء كمؤسسة وهيبتها يعني. هلا نظريا نحكي بالانتفاضة، بس عمليا كيف؟ عمليا ما بيكفي انه او ما بتتحقق الانتفاضة بالقضاء الا اذا كان في جو بالبلد ملائم لذلك. انا بعتقد هلا حكيتي عن الثورة وعن الانتفاضة، اوكي هذه الثورة والانتفاضة هي انتفاضة على سوء الأداء السياسي وما وصلت إليه الدولة على كل الصعد، وبخاصة على صعيد الفساد يلي طال كل المؤسسات. هون بعد سنة في انتخابات نيابية، أنا مؤمن بالتغيير الديمقراطي عن طريق الانتخابات وليس بالتغيير عن طريق زعماء الطوائف أو عن طريق الجيش يعني مثل ما عم بيحكي البعض. في انتخابات نيابية مهما كان قانون الانتخابات، وما بيجوز يربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابات جديد، والمجلس الدستوري اتخذ قرار سنة 14 بيقول تأجيل الانتخابات من أجل الاتفاق على قانون انتخابات جديد أو بزريعة الاتفاق على قانون انتخابات جديد عمل مخالف للدستور. لذلك الانتخابات لازم تتم بموعدها يعني بين 20 أدار و 20 أيار 2022، بعد سنة. وهون قوى التغيير الفعلية يلي هي شكلة الثورة أو الانتفاضة مفترض فيها أنه توحد صفوفها وتشكل قيادة موحدة وتوضع برنامج تخوض على أساسه الانتخابات، ما تخوض الانتخابات مشرزمة وبدون برامج، كل فريق عنده برنامج، يكون في برنامج مشترك. بفرنسا مثلا سنة 80 وقت صار في ثورة، صار في عملية تغيير وطلع فرانسوا ميتيران رئيس الجمهورية، صار في برنامج مشترك بين الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، سموه برنامج مشترك، خاضوا الانتخابات على أساسه وانتصروا بالانتخابات. هلا هون مفترض الانتفاضه او ما سمي بالثوره انه يمسح عنها قياده موحده، توضع برنامج، يكون برنامج قابل للتطبيق، مش اشياء نظريه، اشياء نابعه من واقع التجربه اللبنانيه من أجل خوض الانتخابات واستقطاب الناخبين على أساس هذا البرنامج. بس حضرتك عندك تجربة صارت مع هذه السلطة السياسية 2013 وتمديد لمجلس النواب، وحين طعن بهذا التمديد وكنت حضرتك راي على الآخر بموضوع الطعن أنه لا التمديد مخالف للدستور، كيف عرقلوا لك المجلس الدستوري ككل وطار الطعن بعد مدة شهر؟ مظبوط؟ مظبوط يعني بوقتها يعني سنة 2013 وقت مدد ولاية مجلس نواب وما في أسباب جدية بتستدعي التمديد،
طحن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب، ونحن بالمجلس الدستوري كنا ذاهبين باتجاه ابطال قانون التمديد. وقت شعروا انه رح ناخذ قرار بابطال قانون تمديد مجلس النواب والزامهم خبروا لنا الانتخابات، يعني اكيد الناس ما بتتذكر هذيك الواقعه. صار في ضغط، صار عندك بالمجلس؟ صار في ضغط. كيف صار الضغط؟ ضغط مع ثلاث اشخاص من اشتراكي من النائب من قبل زعماء طوائف والرئيس بري بوقتها. ومين العضو الثالث؟ المستقبل؟ لا المستقبل لا، بوقتها حزب الله وقتها. للاسف الشديد انا ما بحب احكي بس لا، هيدا شيء صار. في اثنين زعيمين طائفيين ضغطوا اللي هن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جبران، يعني ضغطوا على اعضاء ثلاثه من المجلس وجبرون انه يقاطعوا جلسات المجلس. ما عاد في نصاب، لانه النصاب بالمجلس الدستوري هو 8 من 10، وقت بغيب ثلاثه ما بعد في امكانيه لعقد جلسات المجلس. والمجلس الدستوري معه مهله شهر من تاريخ 30 يوم من تاريخ تسجيل الطعن لاتخاذ قرار. إذا مرقوا 30 يوم ما أخذ قرار بصير القانون المطعون فيه نافذ. وهذه كانت الخطة هيك، وتعطل النصاب بالمجلس الدستوري واضطرينا إلى عدم اتخاذ قرار وأصبح القانون نافذ. ووقتها وعد أزمة. حضرتك بوقتها كرئيس المجلس الدستوري قد وجدت نفسك عاجز أمام هذا الأمر؟ لا موقفنا عاجزين نحن. أنا بوقتها مع أعضاء المجلس عالجنا الأمور بالحكمة والدراية، لأنه كان ممكن بوقتها يحصل للمجلس الدستوري ما حصل للقضاء اليوم. ما أنا مشان هيك عم بحكي بهيديك الحادثة. وأنا كنت حريص كل الحرص مع أعضاء المجلس الدستوري عدم شل المجلس الدستوري وتعطيله. لذلك الأعضاء الثلاثة تفاهمنا معهم، ونحن كان بهمنا نحافظ على كرامتهم مثل ما نحافظ على كرامتنا. لذلك تجاوبوا معي إلى أقصى الحدود، ووضعنا وثيقة مسجلة بمحاضر جلسات مجلس النواب تاريخها 30 تموز 2013. اكدنا فيها أنه عضو المجلس الدستوري لا يمثل طائفة، وإن كان ينتمي إلى طائفة بالمجلس لا يمثل أي طائفة، إنما يمثل المجلس الدستوري ويلتزم بالقانون المجلس والأهداف التي وجد المجلس من أجلها. واعتبرنا إنه المقاطعة تعطيل الجلسات هي إدانة للي قاطعوا، لأنه منعوا المجلس الدستوري من اتخاذ قرار. وأعلننا تضامننا مع بعضنا وعدم مقاطعة أي جلسة من جلسات المجلس الدستوري، وعدم الرضوخ لتوجيهات أي زعيم سياسي. ولذلك أخذنا قرارات بين سنة 2013 و2019. التاريخ يلي تركنا فيه المجلس الدستوري ب 23 آب 2019 أخذنا قرارات قسم كبير منها بالإجماع، بين قرار إبطال قانون زيادة الضرائب والرسوم سنة 17 وإبطال 8 مواد بقانون الموازنة سنة 2018، وأبطلنا مواد بقانون الكهرباء سنة 2019. وكلها كانت قرارات لم تعجب الأطراف السياسية، ولكن نحن كنا مرتاحين لها، لأنه اعتبرنا أنه كرامتنا وكرامة المجلس الدستوري نحافظ عليها من خلال القرارات اللي بناخذها، مش من خلال البيانات. هلا القضاء بيستعيد هيبته وكرامته وبيخرج من الازمه اللي فيها عن طريق القرارات اللي بيتخذها. وبدي ادخل معك البيانات. الى موضوع القرارات وليس عن طريق البيانات. اليوم البلد غارق بالفساد. رح نحكي معك بأبرز، يعني اليوم ما المفترض أن يكون من مشهد، لأنه فعلا المشهد ما بقى عم نحكي، صار الكل عارف أنه هذا القضاء هو يشبه هذه السلطة السياسية للأسف، أو رؤوس هذا القضاء والمسؤولين عنه. لكن كمان ربطا بما يجري اليوم، تمثل القاضية غادة عون أمام التفتيش المركزي، معنا مباشرة من أمام قصر القضاء. التفتيش القضائي، معنا مباشرة من قصر العدل الزميلة ريف عقيل. صباح الخير ريف. Thank you.
صباح الخير نانسي. يعني نحن هنا أمام قصر عدل بيروت، حيث وصلت منذ قليل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمثول أمام التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد. يعني منذ قليل ومن هذا المدخل تحديدا وحيدة في سيارتها يعني وصلت القاضية غادة عون هنا. طبعا يعني يأتي هذا المثول أمام مجلس القضاء الأعلى على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم امتثالها للإجراءات التي اتخذها المدعي عام التمييزي القاضي غسان عويدات بإعادة توزيع المهام في النيابات العامة. طبعا يأتي أيضا بعد صعود القاضي غادة عون عدة مرات إلى مكاتب شركة مكتف للصيرفة وأخرها نهار الأربعاء، حيث استعانت بمناصريها لأخذ كل الداتا الموجودة في مكاتب شركة مكتف للصيرفة ومغادرتها، علما أنه خلال يعني هذه الزيارة إلى مكاتب مكتف للصيرفة كان مجلس القضاء الأعلى قد تواصل مع القاضي عون وأعلمها بأن يتوجب عليها مغادرة المكان إلا أنها تمنعت وأصرت على البقاء حتى إخراج كل الداتا الموجودة هناك. يعني طبعا هذا مجلس القضاء اعتبره مخالفة قانونية، خاصة بعد اجتماع نهار الثلاثاء بين القاضي غادة عون ومجلس القضاء الأعلى، والذي أصر على القاضي عون التزام مقررات مجلس القضاء الأعلى والتزام مقررات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويداد وتحويل ملفها إلى التفتيش القضائي. طبعا يعني على عكس المرات السابقة، القاضية غادة عون أتت هنا من هذا المدخل وأمام عدسات الكاميرا، دخلت في سيارتها كما قلت للصعود إلى مبنى الطابق الرابع إلى غرفة التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد. كان يفترض أن يبدأ هذا الاجتماع قرابة الساعة 10 صباحا، إلا أن القاضي عون وصلت منذ قليل. طبعا بانتظار انتهاء هذا الاجتماع نانسي ومعرفة ما سيتخرج عن هذا الاجتماع وماذا ستقرر القاضية غادة عون، إذا ما كانت ستلتزم بتعليمات مجلس القضاء الأعلى هذه المرة أم سيتم تحويل ملفها والغوص في كل التفاصيل في مسألة التفتيش القضائي، نعود إليك فور وجود أي جديد. نانسي. نعم شكرا لك ريف. هون بهذا التعليق إذا بدنا نبلش من هون، هل تؤيد رئيس ما يجري اليوم مع القاضية غادة عون من تحديدا من قبل القضاء؟ يعني البعض يعتبر أنه صار الضغط عليها مباشرة من كل السلطات القضائية، عم نحكي مجلس قضاء أعلى، مدعي عام تمييز والتفتيش القضائي، يعني ما بقى في عندها ولا مكان. شو رأيك بما يجري مع القاضية غادة عون؟ أنا بعتقد إنه ما يجري مع القاضي غادة عون أولا بإعادة توزيع الأعمال على المحامين العامين التابعين لها، يعني بالنيابة العامة جبل لبنان من قبل المدعي العام التمييز أو النائب العام التمييزي مخالف للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. الإجراء اللي أخذه مدعي عام تمييز مخالف المادة 12 من قانون المحاكمات الجزائية، له حق المدعي العام يقدم يوجه يعني المدعي العام التمييزي، له حق يصدر توجيهات المدعي العام الاستئنافي، بس ما له حق يحل محل المدعي العام الاستئنافي يوزع المهام على المحامين. بعض النظر عن القضية عادة وقت بيسحبوا الملف من مدعي عام استئنافي بيكون مقصر بالملف، المدعي العام التمييزي بياخده هو وبيمشي فيه. هون السؤال، كانت مقصرة غادة عون بمتابعة الملف يلي نحيت عنه؟ ثاني شيء هون السؤال الذي يطرح، يعني مين المرجع يلي ببت إذا كان المدعي العام التمييزي خالف المادة 12 من أصول المحاكمات الجزائية أو ما خالفه؟ قضية فيها إشكالية. مين المرجع؟ هي عم بتقول، فهمت إنه القاضي غادة عون عم بتقول بدها تقدم طعن أمام القضاء الإداري، أمام يعني مجلس الشورى الدولي. ما بعرف فيها، ما بدي فوت بكل القضايا، بس أنا بدي أطرح شغلي واحدة. لأنه صار محكي فيهم كثير، يعني مدى 4-5 أيام يحكوا بنفس القضية، ما بدي كرر ذاتها. أنا هون بدي أحكي بموضوع الفساد ودور القضاء في لهذه الناحية. كل الناس عارفين أنه البلد غارق بالفساد وأموال الناس راحت بالمصارف وهدر وسرقة بالمال العام مدى 30 سنة. اليوم الدول
رؤساء الدول برا والمسؤولين فيها عم بيقولوا انه هذا الفساد معمم بلبنان ونحن ما بنعطي مساعدات الا ما يصير في اصلاحات وتكون المساعدات تحت مراقبتنا المباشره.